السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجور مزلاف. On va apprendre aujourd'hui des activités sur les activités quotidiennes. يا ولاد داكور، هناخد النهاردة شوزي لا بون ريبونس عن الاكتيفيتي كوتيديان. شوزي لا بون ريبونس. Premièrement, à quelle heure tu à الساعة كام tu كوشي؟ احنا عارفين من الفيديو اللي قبله ان كوشي معناها ينام، داكور؟ تمام. هو هنا بيسألني علشان يشوفني هعرف اجاوب بالفيرب برونومينو ولا لا. كلمة تو بيكلمني انت هتنام الساعة كام، فانا لما هاجي ارد عليه يا ولاد هرد هقول له ايه. طالما عندي تو بيسألني هيكمل بتو برضو هتاخد تو، يبقى لما اشوف تو عندي هتاخد تو يا ولاد. السو مش هينفع، السو دي بتيجي مع مين؟ مع الإيل والال والان في السنجولي، او إيل افيك اس وال افيك اس في البلوريال. التو هاخدها مع التو، لما شوف تو عندي في الجملة هحط معاها تو، يبقى اكالور تو تو كوش، انت بتنام الساعة كام؟ داكور. طب هتقولي مو كوش، هقولك لا، مو كوش دي بتيجي مع جو، والسو احنا قلنا بتيجي مع الإيل والال، داكور؟ يبقى أ كالور تو تو كوش، أنت الساعة كام أنت تنام، داكور؟ فو بوان على مود، إحنا هنرتدي على الموضة، إحنا هنا فو، داكور؟ طيب، قال لي بردك لما بيكون عندي الفيرب برونومينو عشان أعرف أجاوب ببص على مين يا ولاد؟ ببص على السوجي بتاعي في الجملة. لو السوجي بتاعي فو يبقى أنا بردك هرد، الفيرب برونومينو بتاعي يبقى قبله فو. لو قبله نو هحط برضك قبله نو، داكور؟ يبقى فو سابي هقول له نو، طب نو ابيون هقول له نو، فو زابي هقول له وي تري بيان. وقال لي ان ببص على السوجي، لو لقيت السوجي باخد زيه بالظبط الايه؟ البرونو. يبقى فو فو زابي على مود، فو فو ابي على مود، داكور؟ جو بوان avant de sortir، احنا هناخد شاور قبل ما ننام، هناخد دوش قبل ما ننام، سوري قبل ما نخرج، avant de sortir قبل ما نخرج، داكور. je se douche ولا اللي هي فيها e n t، احنا قلنا دي se ودوش اللي فيها e n t هاخدها مع il avec s او l avec s. طيب se douche دي هتيجي مع ال il وال l وال on بس يا ولاد، انا هنا عندي حاجه منهم واقول له نو. طيب يبقى ولا دي ولا دي. تدوش هقول له لا بردك، لان تو دي بتيجي مع تو، ما تضحكش عليا. داكور، يبقى انا عندي جو هتيجي مع مين؟ هتيجي مع مو، مو دوش. يبقى جو مو دوش افون دو سورتير، جو مو دوش افون دو سورتير، انا بستحمى قبل ما اخرج، داكور؟ سورتير يعني اخرج. نو بوان ا ساتور، احنا حاجه الساعه 7، احنا لوفون، احنا بنصحى الساعه 7، داكور؟ طيب احنا قلنا بنبص على السوجي يا ولاد، عندي نو بحط نو، عندي فو بحط فو، داكور؟ طيب نو يبقى هقول له نو نو لوفون تري بيان، هقول له نو نو لوفون ا 7 اور. مش هينفع اخد سولاف اللي هي بتاعت ايل افيك اس، ولا سولاف اللي هي الايل بس، ولا فو لوفي لان ما عنديش فو، داكور؟ فهناخد ايه؟ نو نو لوفون، داكور؟ اون بوان لي مان افون لو روبا، احنا هنغسل ايدينا قبل الغداء، داكور؟ طيب اون احنا قلنا اون وايل وال بياخدوا مين؟ بياخدوا سو يا ولاد، والفيرب بتاعي ما بيبقاش فيه او ان تي، او ان تي دي مع مين؟ مع الفيربات الايل افيك اس والال افيك اس سولمون في الناحيه البلوريال، داكور؟ طيب يبقى اون ايه؟ اون تو لاف هقول له نو، التو دي بتيجي مع تو، ما تضحكش عليا. طب اون نو لافون هقول له نو، انا ما عنديش هنا نو. طب اون سو لاف هقول له برضه نو، لان انا ما عنديش ايل افيك اس، يبقى هتبقى اخر واحده لا دارنيير اللي هي ايه؟ اون سو لاف لي مان افون لو روبا، بنغسل ايدينا قبل ايه؟ قبل، بغسل ايدي قبل الايه؟ قبل الغدا، يبقى لا دارنيير ايه؟ مو، داكور؟ ايل افيك اس، خلي بالكوا بصوا على السوجي هنا كويس، بوان بور الي ا لا فيت، ايل احنا هنحضر نفسنا عشان نروح الحفله، بريباري يعني نحضر، داكور؟ il avec s انه هتاخد il se préparer، اقول له لا ده هنا الفيرب على الانفينيتيف اصلا مش هينفع. طيب تمام،
il se prépare اقول له très bien ليه لان هنا عندي سو وهي بتيجي مع الايل افيك اس او الايل العاديه وبريبار فيها او ان تي يبقى هي هنا هتيجي مع الايل افيك اس عشان ايل افيك اس او ال افيك اس بييجوا معاهم الفيرب في الاو ان تي يا اولاد لان هي في الناحيه البلوريال داكور يبقى il se prépare للدوزيام واحده بور الي على فيت داكور توت لا فامي بوان تو هنا العيله كلها بتصحى متاخر مثلا توت لا فامي بوان تو تو ليف تو ولا سو ليف ولا سو ليف ولا نو ليفون هنا طبعا ممكن حد يضحك عليه بيقول لي هنختار سلاف اللي هي فيها انتي عشان توت لا فامي العيله كلها ها هنقول له لا ما تتلخبطش ما تخليش حد يضحك عليك لان هنا توت لا فامي هي عندي العيله كلها اه بس مش كل العائلات يعني هي تعتبر سانجولي مش ايل افيك اس ان هي العيله كلها اه بس مش كل العائلات فبالتالي مش هاخدها بلوريال هاخد الايه هاخد السانجولي يا ولاد فتبقى توت لا فامي سلاف اللي هي تاني واحده لا دوزيام سلاف تو داكور يا ولاد Toute la famille se lève tôt. هنا بيقولي attention خلي بالنا ان البرونون être comme le sujet même si le verbe à l'infinitif. يعني انا هنا لو عندي فراس بتاعتي فيها دو فيرب انا عارفه ان الدوزيام فيرب بيبقى فين يا ولاد بيبقى على الانفينيتيف في المصدر دكار بس بيبقى بيسبقه ايه بيسبقه بريبوزيسيون مثلا هو هنا قال لي لا لو انت عندك الفراس بتاعتك فيها دو فيرب مش هيسبقها الفيرب اللي هو الانفينيتيف مش هيسبقه بريبوزيسيون لا هيبقى قبله برونون زي اللي في السوجي بالظبط انا مثلا عندي السوجي ان هو نو زالون نو لوفي ا 8 عندي السوجي بتاعي الاولاني هو نو فبالتالي حطيت السوجي الثاني البرونون بتاعي فين هو نو برضو مع ان الفيرب بعديه فين في الانفينيتيف تعالوا كده نقراها نو زالون احنا هنروح نو لوفي ا 8 هنذهب هنصحى كده على الساعه كام 8 داكور عندي اهي nous allons ادي البريمير فيرب عندي كونجوجي لو فيرب الي تاني فيرب اللي هو لوفي وقبله اللي هو نو بردك زي مين زي السوجي بالظبط نخلي بالنا يا اولاد داكور هنا بقى البرونو اون بريف عشان لو حد ما اخدش باله او مش عارف انا عندي جو بيجي معاها كوا بحط معاها مو يا اولاد برد بمو تو بتاخد تو il و ال و اون بياخدوا سو بس الفيرب سون او ان تي يا اولاد لان هي دي فين في السانجولي عندي نو بتاخد نو الفو بتاخد فو ويل افيك اس وال افيك اس بياخدوا سو بردك لكن الفيرب بتاعي لازم يبقى فين مع او ان تي يا اولاد لان هي ايه بلوريال داكور اي ميرسي ا فوتر اوبسرفاسيون